عملوا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال البودكاست، وساهموا في تغيير مفهوم البودكاست من حاجة كانت عليها موضة، كان عليها شبه إجماع في تونس، يقدم محتوى هادف، إعلام بديل، إلى حاجة ولد فيها معناتها خطر. أسامة تريتر، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا سيدي شحوالي. أشرف ويلي، مرحبا. أنونجي به. كنتوا متوقعين حجم الضجة اللي صارت بعد ما هبطت البودكاست بتاعكم ولا ليه؟ كنت توقع عندي؟ لا ما كنتش بالحقيقة، ما كنتش بالحجم هذا. اللي احنا كل ما نعملوا فيديو في خدمتنا معناتها كصناع محتوى نبداو عارفين شنو باش يعمل الفيديو على الاقل بنسبه تقريبيه، اما البودكاست ما كناش متوقعين الحديث هذاك كله باش يصير. شنو الهدف من انكم تعملوا بودكاست؟ شنو الهدف؟ احنا من الاول اني واشرف ابار الفيديوهات اللي نعمل فيها ماني في البلاتفورم تاعي، واشرف كقانونجي، نقعدوا برشا نحكيوا بيسك، احنا نسكنوا بعضنا نحكيوا برشا، معنا حسنا رواحنا كلي نعملوا في بودكاست من غير بودكاست، معنا نعطيه يعني رايي في حاجات، هو رايه في حاجات، نحكيوا في مواضيع. دونك قلنا علاش ما نبارتاجيوش حاجة هذية مع الكوميونتي متاعنا. الوقتها احنا كبدينا بودكاست عام التالي، فما ابسونس كبيرة متاع بودكاستوات في تونس، قلنا علاش ما نبداوش الحاجة هذية، نعملوا بودكاست على اليوتيوب، شوف الكوميونتي تشيخ على كونتنت طويل، معناها مش كونتنت قصير كما اللي قاعد يسربها توا. دونك بدات الفكره مغادي، المواضيع اللي كنا نحكيو فيها حتى وحدنا في الدار نحكيو في مواضيع معناتها برسمي في نيفو معين متعمق على الاخر، اما ديما نضحكوا، ديما كل ما درونا ديجا العباد يرونا في الشارع ولا في اي بلاصه ديما يرونا نضحكوا، ديما نحكيو ونضحكوا. معناتها المواضيع هذيك حسينا انه من الباهي على الاخر انه بارتاجيوها مع العباد، باش كان نحبوا نوصلوا فكره، نحبوا وعي معين يوصل، كان نحبوا نصلحوا حاجات، كان نحبوا ناثروا في عباد طريقة بوزيتيف. دونك شنو نحكيوا البودكاست اللي خلينا نعرف توزلي تاع هذه تو تاثير به البودكاست هذاك، كان حابين نعملوا كيما نقولوا كيما البوز صغيره، كان نحكيوا على احنا شنو نحبوا، ما عادش تحكيوا على رواحكم. اي هذه تعلمناها تو، هذه اقوى حاجه تعلمناها، ما عادش تحكيوا على رواحكم على خاطر قبل كل شيء انتم عندكم قاعده كبيره نتاع الناس تبع فيكم. بالنسبة لأسامة، أسامة له أكثر بالمجال معناتها اللبسة، كيفاش نلبسوا ديجا تويكا ولو يحسبوا فيك تيرزي 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 الخياط تيرزي، قبل كانوا ليك، قبل كانت فما شبه إجماع اللي كنت معناتها اللي تعمل فيه باهي محلات وعي الناس حتى كيفاش يفيقوا باللبسة المخشوشة واللبسة المقلدة، اللبسة الأصلية، اللبسة اللي فيها تعب، اللبسة اللي فيها مجهود، تعطي من خلال الثقافة والتكوين اللي تكونته في المجال هذية تعطي فايدة، تعطي نصيحة للناس، والعدد متاع المتابعين متاعك قاعد يكبر بشكل كبير وفايت المليون متابع على انستغرام من محتوى جدي هادف متعوب عليه، فيديوهاتك حتى حد ما ينجم يشك فيهم متعوبين برشا، على عكس البودكاست اللي فيه استسهال تقني عمري مريته. المهم تو نرجع له، كيف اشرف ويلي القانونجي، مش تعزف على القانون كما سمعوا توا، اول بالعكس اشرف عنده حاجه باهية برشا، يعمل في فيديوهات يوعي فيها الناس بحاجات ينجم يسرونا في القانون، مثلا اخر من الحاجات الاخرى اللي ضربت لك كيف تبدا موجود في البنك وعندك كونت كوران ويقعد يجبد بعد 10 سنين يقولوا لك اجا باش تخلص فلوس. اعطيتنا برشا حقائق، برشا مساجات جاونا، سلكتيلي الناس مرعوبه على الاخر، وانت قلت لهم راهم ينجموا يحاسبوا كان على العام الاخراني كهاو ردوا بالكم، والبنك راه تنجم تتجاوز القانون الى غير ذلك، ووضحت للناس من محتوى الناس تقول محتوى هادف، وانتم تستحقوا تكونوا موجودين في بلاتوات متاع تلزة ولا في بلاتوات متاع إذاعة، ومستحق انهم الناس تدعمكم، ترقدوا وتقوموا تعملوا بودكاست اقل ما يتقال عليه انه ما يتناسبش مع على الاقل احترام الناس لكم انتم. اكثر كلمة انا تمسني وقت اللي الناس اللي كانت تحبكم، بعض الناس اللي كانت تحبكم ولا تكرهكم على الاخر، وطحتوا من عناية يقولوا لكم على خاطر انتم عملتوا بودكاست، هاو باش نسمع الناس بعض المقاطع باش يبدو فاهمين من بعد على شنو نحكي. خلينا نسمع بعضنا. أما باش تفسر لي أنه العادي والطبيعي أنه المرأة البرة في الخدمة، هذا ما نجمش نوافقك عليه، معناها أنت تقول لي المرأة مكانها تخلط العباد وتخرج تجيب الفلوس وتخرج تجيب القوت ونقولوا احنا درشنية، نقول لك راهو غلط. أنت مردك شنو تحكي معها؟ شنو اللوجيك اللي تحكي معها بي؟ هاي سيدي هاي بلاستيك وين تقول لها؟ فما خدم يمشيوا مع المرأة، مثلا تخدم خياطة، ما فماش برشا مخالطة البرة معناها في الخدمة هذية، ماهيش باش تخرج البرة تتعامل مع رجال، ماهيش باش تخرج البرة تعمل ديزاين تحط في مواقف محرجة، صحيت حكايات كيما كيك، أما ما خرجتش تخدم برجولي. فما خدمة مش نورمال اللي هي تربي صغار،
اني مرتي نجي نوفري عليها شهرية مهمة زادة، شهرية محترمة آه. فهمتني، جوس باش تقعد في الدار تمارس هواياتها، تنجم تمشي بحدا صحابها، تنجم تعمل قهوة، فهمتني شنو، تعمل مينيموم متاع انتراكسيون بر. هذه صورة عندنا مهام متاع الدار، عندها فطور، عندها ربة بيت من الاخر، فهمت شنو، فما صغير من بعد حب صغير يتربى بحدا امه. لا من المرة بسيطة في الدار. ابسط حجة كان جاي المكياج تعمله الطفلة للروحة، سامحوني البنات تغشوا عليا ممكن، اما كان جات الطفله حسب رايي مساج تقولوا لي كان غلط، كان جات مكياج تعمل فيه طفله روحها راهي تعمله حتى وهي قاعده في دار وحده ديما. واش نزيد نكونفيرمي لك كلامك، انه التزيين عنده علاقه بالجنس، بالشهوه الجنسيه، فهمني ولا لوجيكمون تعرف علاش العباد يحبوا الطالونات وتعجبك طفله في الطالون؟ اي يظل قريتها خاطر تقوصلها البسام تاعها، دونك اوتوماتيكمون من تلك تظهر اكبر، ما تحبش امراه تطلع مطلوب عاديه تبدا بصحتها برش، حب امراه صغيره كومباكت كومباكت تبدا معناها فهمتني تبدا ضعيفه. ديل بريكر بالنسبه ليا جسديا للطفله ما نحبش تكون قصيره، قصر هذية توصلي مثلا كتفي أيوة. مستحيل يكون خشمها خايب تفرق عيني الحقيقه ما نصحها بشفنا مدري الا هذايا البيستوف نتاع الكميه كبيره من هذيك صح عملت ولا ما قصرتش خدمت عليك كيف ما قصرتوش باه عشان نقول لك يعني فما دو بوين هما انه انت ربطت البيرسون براند والكونتوات نتاعنا بالبودكاست الغلطه اللي عملناها احنا واللي حكينا فيها برشا امبارح انه احنا جردنا من البيرسون براند هذيك في البودكاست غلطه اللي هي غلطه يعني قلت ديجا غلطه هذيك حاجه الاولى فماش انسان بعقله ينجم يخرج حجم هالتقرعات اللي كنا نسمعوا فيها باش نقول لك حاجه يا اخي نقولوا حاجه ساق قبل ما تكمل ماهوش البيست اوف هذه فما حاجات باهين تقالوا ما تحطوش في اللي سمعناه تو فما حاجات انا حكيت مثلا قلت اللي الرؤيه الكلاسيكيه للمراه عند الرجل في مجتمعنا احنا هي انها تقعد في الدار تعمل حاجات معينه انت قلت هذه حاجه متخلفه على الاخر انت تعرف مليح شنو اللي يشد عند الناس وشنو اللي يستفز الناس اللي سمعناه هذه الكل ما عندها حاجه من وراء العقد كجا هدفها الاستفزاز ما نقولش في وسط التصريح نقول سامحوني البنات ممكن تغشوا عليا وصلحوا لي كان انا غلط راه هكا الراء ماهوش استفزاز هذا انت غلط انت داخل في الغلط من اول ما بدي انت بها غلط نسبي راه كل واحد كيفاش يراه نسبي ما اكثر من الغلط احنا اليوم ناش لهنا نحكيوا على الغلط بقدر ما نحكيوا على قديش تجرح ناس تصريحات كيما هكا قديش توجع ناس عن غير قصد فماش انت مسؤول انتوما زوز مسؤولين صحيح انتوما زوز مسؤولين اذا اليوم انتوما معناتها تقول احنا عن غير قصد معناتها سكروا ما عادش تعملوا بودكاست وما عادش تاثروا في الناس ليه فما حل اخر انه تتعلم كيفاش تولي توضح للعباد في بلاصه تقص جمله انك كلامك يولي غير قابل للتاويل برشا كيما الكلام اللي قلناه احنا في البودكاست هذاك هو الكلام فيه وضوح زاد فما جمل فيها وضوح لما انت تجي تقول مثلا انا ما ناخذش امراه لدينا قديش من امراه متدينه من اللي تتبع فيك ولا طفله متدينه من اللي تتبع فيك جرحتها بجمله كيما هكا باه خلينا نوضحوا حاجه انه الكلام اللي يتقال الكل في البودكاست هي راي الغلطه وين لنا معناها راي شخصي ما يمثلني كان اني ومش معناها المراه لازمها تكون هكاك فرق بعيد ما بين اني وش راي عمرها ما كانت التفرقه راي عمرها ما كانت العنصريه راي هي مش عنصريه كي تدرس عنصريه ما هذا تمييز على اساس العرق راه ما عندهاش علاقه بالتدين معاك والتمييز على اساس كل تمييز على اساس حاجه ما خلقهاش ربي فينا كيما انت مثلا تحب على واحده قصيره انا اليوم خلقها ربي فينا هذيك خلقت هذه سال عنها الله هاي. اليوم واش ما عنديش الحق نقول انا ما نحبش واحد اسمر ونعتبرها عنصريه أي وندخل عليها الحبس كنا نقول لو انت كنت تحط في سيتواسيون باش تختار شريك حياتك باش تركز مع الزين معناتها باش تميز عبد على عبد على حاجه خلقها فيه ربي خاطر هذيك البريفرنسز نتاعك اما اذا كان انت اليوم تركز على الطول وعلى القصر وعلى السمن هاي. بل انت كنت تاخذها ضعيفه من بعد تسمن لك تعمل نحن نحكيو على الباز اللولانيه اللي باش نختاروا عليها شريك حياتك اللي هي الباز اللولانيه الباز اللولانيه بعد ما تدخل فيها الحب وتدخل فيها حكايات اخرى ما عادش نحكيو على الطلاق وما تلاقيش تعرس بالحال يا اخي ليه تعرس بها وحده اما احنا نحكيو على نحكيو على عروسها نتاع من الفيترينا من بعد كي تحب احنا متفقين اللي كي ترى عبد من البعيد ما تراش قلبه وتراش مشاعره ترى وجهه وترى شكله هكا اللي دوك احنا كي باش نحكيو على شريك حياتك قلبه ومشاعره قبل اشتراها من برا اشتراها من قلب مشاعره انا وياه تكلم تحكي مع الناس الكل تحكي مع الناس الكل باش تعرف انا ويناسبك بطبيعه الحال انت ماك باش ترتبط الا بانسان حكيت انت وياه قعدت انت وياه ماك حكيت على ثلاثة اشهر وثلاثة اشهر وثلاثة اشهر اي لنا نطيحوا كونسيبت نتاع فيرست امبريشن جمله راه كي تحكي هيك معناها عباره الانطباع الاولي ساعه هذاك نحيو هذا الحوايج ما عندها معنى تولي والمظهر والنظافه ما عندها معنى كل شيء ما عنده معنى يقولك يقول اهم حاجه شنو عندك في قلبك وما عنده حتى انسان حقي يختار شريك حياته بازي على المظهر نتاعو والا نقولوا احنا
عنده ذوق في المظهر نتاعو. معناها انت تنجم تختار شركه حياتك من غير ما تغزر له جمله؟ لا بطبيعه الحال لا. علاش؟ لكن ما تنجمش تحدد العلاقه على اساس المظهر. نجم تختار المثاليه، افيمير، نجم تختار الحاجات اللي انت تفضلهم في الشركه حياتك. لانه احنا حكينا الحاجات اللي نفضلوهم في الشركه حياتك. ما يلزمش حتى جمل كيما هكا ما يلزمش تقال، فما فكره لانها تجرح ناس، لانك اليوم انت قاعد تقسم في العباد لسنين طويل، خشم كبير خشم صغير. هذا خاطر احنا عندنا بلاتفورم معروف، مش على خاطر الانسان ما عندوش حق يعمل حاجه. استنى قبل هذاك، فما فكره لازم نوضحوها على الاخر. لو احنا حكينا كي بدينا نحكيوا في اللي كنا نسمعوا فيه، حكينا على المثاليه، معناتها الحاجات اللي كلهم مش نورمال. معناتها كان انا مثلا نقول فرضا نقول نحب طفله طويله ونحب طفله خشمها صغير مثلا، ما قلتش هكاك انا، ونحب طفله مثلا بيضه وكذا وكذا، هذه المثاليه. معناتها كان نلقى طفله المناسبه، اما فما حاجه في الحاجات هذوما ماهيش كيف كيف، باش نكومبرمايز بطبيعه وناخذها الطفله هذيك على خاطر ما هي. نحكي في المثاليه شنو اللي نتمناه يكون، اللي نجم يكون مستحيل. شوف المسؤوليه نتاعكم اليوم تخليكم وقت اللي تتكلموا قدام ميكرو وتهبطوه في الانترنت تتفرجوا فيه 80 مره وتقولوا قديش من واحد نجم نوجعوه بكلام كيما هكا، قديش من واحد ينجم يتحس بكلام كيما هكا، ومراعاة لمشاعر ناس يتفرجوا فينا ويحترمونا ويقدرونا. احنا مطالبين اللي احنا نحترموهم من باب الاحترام. انا ما نقولش الكلمة هذيك او نلطفها، حكم على الناس باجسادهم والا كيفاش خلقهم ربي. واش حكم ربي؟ ذوق، نحكيو على ذوق لشريك الحياة. ذوق تجرح ناس. لما نجي نقول لك أنا معناتها ما نحبش إنسان من بلاصة الفلانية، وإلا ما نحبش إنسان يتكيف، ولا ما نحبش إنسان يصلي، ولا ما نحبش شو. أنت قاعد تجرح في ناس. أنت شو معناتها ما نحبوش على خاطره خاطرها متدينة؟ شو معناتها ما نحبهاش؟ فرق ما بين ما نحبوش معناها ما نتعاملش معاه، ما نعطيش حقوق. لا لا لا، الرسيزم هذاك حتى الرسيزم. أي هذاك بالطبيعة كلنا كونترو هذاك. فما ناس يقول لك أنا مثلا واحد أسمر نخدم معاه، ناكل معاه كل شيء، اما نوصل للعرس لا. ايش تفرض عليه عرس واحد؟ هذاك راسي. اي تفرض عليه عرس واحد اسمر؟ ما تقولهاش. انت ما عندكش الحق، انت ما عندكش الحق عبيد جروب معين متاع عبيد تنحي منهم عبيد معينه على خاطر ما تنجمش تعرس بهم. ما تنجمش. معناها بقراءه عكسيه، تفرض عليه عرس بعبيد معينه. تفرض يزبك كيف تنحي عبيد، تنحيهم مش على حاجات خلقهم ربي فيهم، مش على حاجات ما يضروش بها الناس. تقول انا مثلا انا ما نقربش روحي الكذاب السراق، حتى حد ما يختلف معاك. انا مستحيلش ناخذ كما قلتوها في البودكاست، اللي يكذب المراه تكذب هذيك بعد ما تعدينا للداخل من اللي حكينا لبرا. بعد عدينا للداخل، غلطه تقديم البراني على الدخلاني، غلطه. باش نعقب على كلامك، انا اللي خاطرني قلت لازم تقراو حساب انكم ما تجرحوش عبيد، وهذه صحيح. واو السبب نتاعو شنو؟ البودكاست هو كلمه اسمه بيناتنا، واحنا من الاول خلقناها الكلمه هذيك على خاطر نحسوا ديما اللي هو الحوار اللي يدور بينا وسامة. انا وسامة علاش صحاب المده هذه كلها، رغم اللي انا معناتها ما طولتش في الصحبه مع حتى عابد، معناتها كنت نتعاملوا كل يوم، على خاطر احنا كي نحكيوا ما نهتموش لك الديتايات نتاع نجرحوا بعضنا، نحكيوا بالموجود. مادامكم صحاب ما ادركناش الكاميرا اللي تصور فينا شي يشوفوها برشا عباد ينجموا هما يجرحوا، عملنا انهم يكونوا كيفنا، نحكيوا اللي نحبوا مثلا عادي. وسامة نقولوا حتى خشمك ما يعجبنيش، ميم با يركز معها الديتاي، احنا جست خذينا وليوا غلط راهو، خاطر مش الناس الكل نفس الشخصيه، مش نفس كل نفس نفس المشاعر، مش كل ومش الناس كل مثلا تلقى مثلا عبد يحبنا على الاخر، وهو في حاجه من الحاجات اللي انا قلت ما يعجبنيش في الطفله اللي نعرس بها هو يحس بالخايب. لا واكثر، وهذه حاجه نتاسف عليها راهو، ما نحبش عبد توصلوا مشاعرك واكثر من هكا نوع من فهمت المزاج العام نتاع البودكاست مقعير. ها 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 هي هذيك تفدلك هذيك صاحبي كيما قال لك، احنا نوصلوا في الحاجه في القاعده اللي ما بيناتنا نوصلوا فيها للعباد. كيفاش معناتها حاجه بمثل هذه الجديه؟ ماهوش موضوع الجديه هذيك، حاطين البنات تقسموا فيهم ديكاز كانكم في مغازة عامة، هاو الطويل من هنا، هاو القصار من هنا، هاو لا مش هكاك، وها هاي خشمة ها لا لا حكيوا على ذوق على خاطر كل واحد ذوقه يمثله هو، مش الضحكة الضحكة هذيك بروجيكسيون للسخافة متاع الذوق متاعي. مثلا يقول اوه خشمة نركز معه، هو يضحك يقول خشمة نركز معه، يقول والله غالب هذاك انا، ومتأكد اللي برشا يتفرجوا عندهم ديتايت هذوك. سمحنا اذا محتويك سخيف اذا ليه؟ إذا هكا تقول لي ذوقي نجم يكون سخيف، مش محتوايا سخيف. ذوقك إذا عبرت عليه بمحتوايا سيكون محتواك سخيف. ليه؟ كي أنا نضحك بالمحتوى متاعي أنا ما يعتبرش سخيف، سينو يولي الكوميدينز كل سخافة. لا، أما الكوميدين يلعبوا على اتفاق بيني وبينهم أنهم مش يكذبوا عليا، أنا مش يجوا يعملوا لي موقف. أنت لو جيت في الأخر قلت
سيدتي أنستي سادتي، شفتوا اللي شفتوا الكل هنا، الكل هذه مسرحية كوميدية نحب نوريكم فيها حجم الوجيعة اللي تنجم تصير ورانا احنا هكا وك. وقتها كل شيء يتفسخ. ليه على كي بدا كوميدي يحكي على حاجه سياسيه مثلا ويسلق تفدلكات فيها وهو موضوع جدي، اما يفدلك فيه يفدلك يوصل في مساج بالرسمي وش يكذب على العباد. الاتفاق اللي صاير الضمني ما بينه ما بين مثلا لما نمشي نتفرج في باتمان، الاتفاق الضمني بينه انه باتمان باش يطير، والاتفاق من بعد نخرج يقول اه يضحك على استخفاف بذكائي. الاتفاق الضمني من اول بودكاست ديما نقولوا رانا احنا ركشه مع بعضنا باش نضحكوا فيها ونحكيوا فيها، باش نفدلك واش نبعدوا على الصوره النمطيه نتاع قانونجي سيريو في الكونت نتاعه هذاك على روحه، انا كاشرف في وسط البودكاست، اسامه كاسامه في وسط البودكاست، نحكيو كاصحاب ديما العباد جينا كومونتيريات هذه قبل الابيزود هذا. معناتها انت اسامه تعتبر روحك اشرف صراحه اشرف اسامه تعتبر روحك ما غلطتوش معناتها في البودكاست، لو باش تعاودوا تعاودوا حاجه ديجا توتا كنت نحكي لك قلت لك وهذه غلطه قلتها برشا مرات هذه حكينا غلطه امبارح زاد غلطات غلطنا حكينا في الغلطات اللي غلطناهم الكل وطلبنا نسمعهم برشا عباد اللي قلت انت نجم يتحسوا من كلامنا ينجموا ترى ذوقي نجم يمسها والا من حاجه اللي هي قاعده تعيش فيها هذا طلبنا منه سماح منه للاخر وعملنا برشا غلطات معنا في البودكاست هذاك واني زاد عملت برشا غلطات في التعبير نتاع الرأي نتاعي اول حاجه في عدم الوعي بالاكسبوجر اللي احنا نجمو نعملوه وفي انه فصلنا ما بين ليماج نتاع قانونجي وسامه وليماج نتاع البودكاست ما بيناتنا. الحلقه دامت ساعتين الحلقه للنسيان لو نطلب منكم تفسخوها تفسخوها ولا ليه؟ لا تفسخش الحلقه واش نقول لك علاش راه الكلام اللي قلته انا كان المقصد نتاعه باهي ينجم يكون تعبير عليه غلط وهذاك اللي وضحناه في الابيزود اللي بعده. الحلقه دخلك الحبس انت القانونجي اي الحلقه دخلك الحبس كي باهي مثالش احكي لك كيفاش 58 لسنه 2017 مؤرخ فيه 11 اوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المراه. اي شو يقول الفصل بتاعه يقصد بالمصطلحات التاليه كل شخص ذكر كان او انثى يعمل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس واللي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو كنفسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل التهديد والاعتداء والضغط والحرمان من الحقوق كل فعل ضار أو مسيء يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية كالضرب والجرح والتشويه والحرق وإلى غير ذلك كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم والإكراه والتهديد والحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال والأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها. هذايا القانون التونسي. هاي كيفاش هذايا نعكس على البودكاست؟ فما تحقير للمرأة ولا ليه؟ تبقى في الدار تبقى في الدار وما تخرج القصيرة والخشم ما تتصحبش من عندك انت لا بغزلي استنى خلينا نوضح برشا حاجات اول حاجه انت تحكي معي انا او كريت العباره نتاع القانون وردت عامه واذا وردت العباره عامه تاخذ على اطلاقها قالك السخريه اي لحظه وجدك سخريه وانت ايش عملت بعد ما قلت على الخشم قلت انا مانيش نتنمر ديجا انت فقت بروحك اللي تتنمر بعد قلت انا مانيش نتنمر رانيا قلت مانيش نتنمر خاطر مانيش نتنمر كيف هذا كيما واحد يعطيك كافي يقول لك والله مانيش نضرب فيك لا عاد لازم نشوف انا تنمرت ولا ما تنمرتش نحكي على ذوقي انا في حاجات انا نشوفها بطريقه معينه خلينا نرجع لك ساعه على قلت لي المراه تحكم فيها كل شيء باهي شكون كي حكي السخريه بها خلينا قبل السخريه خلينا نجيبها بلوحده خاطرني سميتهم ورا بعضهم كانوا تهم لا هما القانون قال لك راه كل اعتداء على المراه وعطاك حرمانها من حقوقها هكا ولا انسى حرمان من الحقوق انسى رغم فما دعوه اللي حرمانها من الحقوق خلينا نحكيوا فيها الدعوه ما حاشيش بها تفصيل تفصيل قدام السخريه خاطر كيف كيما الحرمان من الحقوق كيما السخريه كيف المشرع التونسي كيف اي قانون جاي مشرع تونسي اعطى الحريه المطلقه للعبد انه يختار شريك حياته كيما يحب هو اي هذا ما يفرقش اسكو يحكي رايه قدام صاحبه ولا قدام يتبع جاي قال لك هو لا عطاك فما انك تختار شريك حياتك كما تحب وبينك وما بين روحك هذاك حريه اما انك تعمل فيديو تقول فيه انا راني هكا وهكا وما نحبهاش اللي بخشام على خاطر ما تعجبنيش ولا اللي تبدأ فما غلطه راه في قراءتك للقانون كي تحكي على المراه راه الفكره نتاع الخشم والفكره نتاع القصر كل يطبقوا على المراه والراجل معناتها انا مانيش قاعد ان نسخر من المراه كان انت تعتبر انه كي نحكي على الخشم نسخر من الخشم وقت اللي انا نحكي على ذوقك هو اما كان تعتبر اللي حديثي على الخشم هو سخري من الخشم لو انت بقى على الناس الكل مش على المراه لو كلمه مراه مش معناتها جنس الاناث كلمه مراه معناتها المراه بلاصتها في وسط المجتمع معناتها عباره سخرت من حاجه تمثل كان المراه وقت اللي الخشم يمثل الناس الكل
على خاطر فما حاجات تقبلها كما الدخان مثلا، قلت ما نقبلش مرات تتكيف، لازم تكون زاده كيف كيف تقبل الراجل يتكيف، ما نقبلش شريكة حياتي تكون تكيف خاطر انا ما تكيفش وما نحبوش الدخان وما نحملش ريحته والراه حاجه تمسخ الجو العام. بينما النيكوتين والقطران، بينما انت ربطتها بالنظافه، اي نظافه النيكوتين والقطران ايش يعملوا؟ يرد الرواري مارون، اي ربطتها بالنظافه هذيك الصحه. اما فرق بين الصحه والنظافه، اي تشوف انت رواري روز رواري مارون انا تحسها نظيفه، اي نسالك سؤال رواري روز رواري مارون نظافه كانك تربط فيها الريحه الى غير ذلك. دونك اليوم الحاجات اللي عملتوهم بالحق، وقت اللي تقول لي قانون انا ما نحبش نفسخه، انا بالحق نقول لك لا معنى للاعتذار اذا كان اليوم تفسخش البودكاست. نحكيوا على الاعتذار في حد ذاته. باهي بالنسبه لي انا هاوش على شنو نعتذر، انا خاطر الكلام اللي قلته في وسط البودكاست راني مركز مع اللي في قاعد نحكي فيه، وحاولت اني ما نضرش العباد بكلامي. اما كان كي نكتشف اللي انا ضريت طريق غير مباشره، مثلا كيما كنا نحكي وعابد يغزر لي يحبني وانا نقول ويبدا في حاجه انا نقول راهي كانت موجوده مانيش في شريك حياتي مش نقبل بها مثلا، حاجه هذيك هي باش تاثر في معنوياته، انا نقول له سامحني طول راني ما قصدتش هكاك. قداش من واحد توجع من كلام كيما هكا؟ قداش تتصور خمسه من الناس كهو حتى واحد برك نطلب منه السماح فسخ، حتى واحد برك ما عجبتوش فسخه، راهو تفسيخ عباره اغلط ونطلب السماح ونفسخ، ونفسخ كنوع من الاعتراف باني انا غلطت وهذيك الفيديو انا ما تشرفنيش. الفيديو انا كان تجيب لي اي موقف قلته، انا معناتها اخترت اني نقول موقف معين والموقف هذاك باش يضر العباد ديريكت وما يشرفنيش، وكان فسخ على البلاصه. اما انا كان ترجع الموقف كل ما خذيتش موقف معين دونك ما تطلبش السماح. لا نطلب السماح على اللي فيه اللي عملوا الموقف هذاك اللي انا ما قصدتش بيه حاجه خايبه. تو تطلب السماح على حاجه وانت تعتبر روحك ان الحاجه هذيك ما صارتش؟ ما بالمنطق يقول مادام انت باش النتيجه صارت، النتيجه صارت المقصد ما صارش. بسبب شنو؟ بسبب العبيد تحست منها، تحست منها معناتها انا ما جيتش قلت راي الطفله اللي خشمها هكا خايبه مثلا. لا ما ناخذهاش خبير، اي ما قلتش خايبه، ما ناخذهاش معناتها اش معناتها؟ انا اخي البريفرنسز مش معناتها حاجه بها حاجه خايبه. وموافق اللي قاله اسامه الكل ولا لا؟ انا ديجا في البودكاست قلت مانيش موافق. ماكش موافق يشرفك اللي قاله اسامه ولا لا؟ ما يهمنيش شرفني شرفنيش وجهه نظر نتاعه. اوكي اسامه خوي نعطيك فسخ ولا لا؟ لو انت بهاني هالشراش معناها انسان يفسخ الفيديو هذاك، معناها عبارة اني جيت عملت لك حاجة خايبة ومن بعد نطلب السماح ومن بعد يسألوني نقول ليه ما عملتش. يعني لاني البودكاست هذاك اوكي حكيت فيه وحكيت في البودكاست الثاني اللي هبطت امبارح شلون عملت غلط في البودكاست الاول، دونك راني ناسومي اي حاجة قلتها، مانيش باش نفسخ هذيك حاجة عملتها اوكي عملتها سي بون، ومن بعد في البارت 2 اللي بعدها بالضبط قلت شلون عملت غلط. دونك اني جيت عملت حاجة غلطة وطلبت عليها سماح، مش عملت حاجه غلط طلعت عليها سماح بعد فسختها باش ما يشوفوهاش العباد ولا حاجه. الهدف انك اليوم تحمي الناس من المساجات الموجودين، يعني نحمي الناس مش كانكم تلوجوا على فيوز، هاني عملت باش حاجتي بالفيوز نتاع نتاع البوز نتاع الفيديو الاولى ونزيد عليها التوضيح باش عمل لي بوز هي عملت الفيوز لوحدها مشات على روحك اهو، حتى في امور الالجوريثم فيوز تو نجم تزيد نجم تزيد تعرفش عليها معناتها تعرفش عليها معناها حاجه غير على الاخر نجم تصير، اما باللوجيك راهي ماهيش باش نجم تزيد. نوصل اني لنا ننفع العباد وانا نحمي العباد كما قلت انت بالاجابه اللي انا جاوبتها امبارح، دونك هاني الحاجه اللي عملتها انا شنو الغلطه امبارح عملت بودكاست قد الناس ما يشوفوش الفيديو، قد الناس ما تشوفش الفيديو الثانيه. لا نحن نجمو نقيسوا قداش عباد يشوفوا الفيديو باش نحسوا انه قد ما شافوا الفيديو الاول باش يشوفوا الفيديو الثاني. كفو نعتذر نقول لك اعطيت كفو اعتذرت ما نعطيش كفو ما هو كهو. لا هذاك في السوره ما كان انت سيبون عملت غلطه سيبون هذه حاجه انت عملت غلط تسميها قول اوكي اني راني عملت الحاجه هذيك ما نجيش نقول راني ما عملتش فسخت عباره امشي شوف الشين نتاعي ما تلقاش فيديو بالعكس خليها قوة انك انت تخليها الغلطة متاعك هيك موجود حاجة شوهت مفهوم البودكاست. البودكاست اللي كان بالاساس يقدم محتوى بالاساس علمي دقيق الناس واثقة من روحها. ما تراش غريب انه ليزيبيزود كل اللي حكينا فيه مواضيع جدية ما ضربوش، اما كي حكينا على راينا احنا كنوع من البوز ترتيحة معناتها نفدلكوا مع جماعتنا ونقول لهم حاجة بيناتنا وقتها ضربت راش حاجة بيزار. من اللي راه بيزار هو ونسألك هنا نفس السؤال، ما تراش حاجة بيزار انه تستعمل الجملة هذه وكأنك من خلالها تحب تقولي عملتوها بالعاني باش تماركي وبونتو باش تقولوا هانا اليوم نحبوا نلوجوا على البوز وتطيحوا فيما يسمى الباد بوز؟ ما نعرفش كيفاش وصلت ريزون مواذيل هذا هو أما مسجل أنا راني عملت أنا فيديوهات والفيديوهات ما ضربتش يا أخي مشيت عملت حاجة لا قلت عملنا ترتيحة يا أخي ضربت ترتيحة
معناتها انا بدي متفاجئ اللي ضربت حتى سؤالك الاول قلت اخي متوقعين هذه قلت لك مانيش متوقعين الضربه هذه اللي هي الحاجه اللي تنفع راهو الحاجه اللي معناها اي واحد مع بودكاست يحب يوصل لها هي الفيوز نحكيوا على الفيوز لنا توا الحلقه هذيك مش اول حلقة عملت فيوز مش أكثر حلقة عملت فيوز مش ثاني أكثر حلقة عملت فيوز باش نكونوا واضحين الفيوز اللي نعمل فيهم إني واش في كونتوية وفي كونتوية راهم حاجة ما عملناهاش حياتنا الكل وأكثر بياسر من الفيوات اللي نعمل فيهم بالفيوز مع ريسبي وفيوز مع ريسبي وتوا الريسبي يقل هذا أكبر دليل على حاجة ما ساعدناش هذه هو هذا أكبر دليل على أنا وإحنا ما عندناش علاش نعملوا الشيء هذاك معنا الحاجة الباد بوز العباد اللي يعملوا باد بوز مش يخلطوا الريزولتا إحنا لنا خالطين لها ما غير باد بوز وبريسبي هو هذا اللي واحد معناها باللوجيك يضرب راسه على الحيط بالضبط معناها باللوجيك مش مخطط لها صحي اللي إحنا مانيش مخطط لها ومش بالعاني باش نعملوها شو هو هذا أنت كتقول لي لنا تعريف البودكاست على أنه حاجة تنفع وحاجة بازية على حاجة علمية منين جبتوا التعريف هذا على خاطر البودكاستوات المعروفين كلكو سواء في العالم ولا في العالم العربي في العالم الجيرال والعالم العربي راهم بازي على انترتينمنت كيما امبولس نتاع لوغان بول جو روغن كل مره يجيب واحد ساعات سبور راهي المواضيع تختلف برشا البودكاست مش بالضروره حاجه علميه اما بالاساس هذا الشيء المعنى بالاساس الوقت اللي تعمل البودكاست تاريخيا وتو نعطيك علاش تعمل هو تاريخيا تعمل البودكاست بود من الايبود والبرودكاست نتاع الاذاعات بالاساس تعمل لانه نحبوا نلقاو فضاءات بديله للاعلام اللي عنده مشكله الوقت مربوط بالوقت ومربوط بالمستشهر الى غير ذلك هذا كل ما عندوش علاقه بالمحتوى علم مهما كان النوع نتاعو نجيو نعطيو حاجه معناتها خارج النمط نتاع الوسائل الاعلام بالضبط. الكلاسيكيه بازي على هو متنفس دايمنت على سيونس معناتها ما يهمنيش انا مستشهر مش مستشهر ما يهمني حتى شيء كنوع من المتنفس بدا في كل شيء صحيح لكن الحاجات اللي ضربت عند الناس وانا ننصحكم وننصح الساده المشاهدين اللي يتفرجوا فينا ولا حتى اللي يسمعوا فينا فما من اشهر البودكاست على العالم اللي تعمل اللي هو هوليود ريبورتر موجود على اليوتيوب ويجيبوا فيه مخرجين كبار سكورسيزي أليخاندرو غونزاليس ويحطوهم في طاوله ويتناقشوا على المواضيع السينمائيه خشينا برشا واضح حول قضايا مهمه في السينما اللي أوكي. لا الماستر كلاس اللي يعملوه يقدمهم لا إذاعة أوكي. تقبل باش تعملهم لا تلفزة بك الوسائل متاحة التقليدية تقبل باش تعملهم فما الهدف الأساسي هو الهدف أنه نفيد الناس أنه نعمل حاجة تفيد الناس والترفيه راه يفيد الناس يفيد الناس أكيد والترفيه يفيد الناس أكيد. من بعد جيت الموجة متاع الترفيه إلى غير ذلك وديما تبقى في حد كنوع من البديل أنا اليوم الويش عملت البودكاست كنوع من البديل اللي أوكي. نعمله تجاه الرداءة بين ذفرين اللي تتعمل في وسائل الإعلام وهذا الباز اللي عملنا عليه بودكاست معك في هذا اللي عملته قمة الرداءة هذا هو اللي أول حاجة رأيك إنك تقول قمة الرداءة مثلا نجم تقول أغلاط نجم تقول سخافة لو لقيت كلمة أخرى لقيت انت جا قبيلي قلت أقل ما يقالوا عنه إنه ما يتناسبش مع فئة معينة من العبيد انت بدلتها بقمة الرداءة خطر ظهرتوا لي كأنكم بش تقولوا نحن بش نفسخوه وواعين بغلطتنا اخي تو قويت في كي قال لا واحنا ما نشبش نفسخوهم كيما كنت نقول لك راهو كان ما كانش مخطط لي ما عادش نحب نراه قدامي الكلام هذاك الكلام اللي سمعته انا ما عادش نحب نراه قدامي حتى لو انتم تفكروه وتفكروا فيه خليوه لافكاركم ليه جريمه على الافكار اما انه خرجت الافكار قانون جي يعرف شويه انه لا نجرم الافكار فباش كي نقول لك والله انا خمم تو باش نسرق البنك ما نجموش يهزوني للحبس اما نقعد انا وياك ونقولوا طيب باش نسرقوا بنك نشد عليها حبس انا وياك تكوين عصابه ووفاق وهذا قانوني هي ذي شنو علاقته بالله كيف الفكره في حد ذاتها خمم فيها كيما تحب اما انه خرجتها تتحمل مسؤوليتها واحنا تحملنا مسؤوليتها وعلى ذلك عملنا ابيزود اخرى وضحنا كل شيء رجعنا على كل شيء يعني قتل الكل وجاوبنا حتى العباد اللي حكيت علينا وكما قلت لك ما كانش مخطط ليها ان باش تعمل البوز معناتها مش هدفنا نعمل البوز كما قال لك اسامه عندنا كوميونيتي نتاعنا شكون تحبوا نحكي لك شكون تحبوا الناس يقولوا لحظه برك نحكي لك حاجه في البريود هذه اللي تعديت برسم بريود صعيبه برشا تعدت لنا معناتها انا واحد من الناس كاشرف نشوف عباد تسب فيا في السوشيال ميديا حاجه ما تعودتش عليها جمله ومش اي ناس انا هيثم مكي معناتها اللي عنده موقف ومعناتها من صحفي ومدون الى غير ذلك من المدونين الكبار في تونس كل شيء يقول بين قوسين حكايه ما نحبش مرتي تخدم باش ما يتحرشوش بها نجم نحطوها في المنشد كتعريف لمفهوم الذكوريه الهشه معناتها شوف حتى الناس اللي حكيت عليكم معناتها استفزيتوا برشا ناس اللي هما كانوا ينظروا لكم بنظر التقدير هذا شنو هذه حاجه ما تساعدناش حاجه ما نحبوهاش تصير على ذلك احنا كي قلت لك عملنا كالتوضيحات
هذاك الهدف نتاعها، خاطر عندنا ريسبي معين بين العباد، عندنا يامنوا بينا في افكار معينه كي نحكيوا فيها نبدعوا فيها ونوصلوا برشا افكار. كي قررنا نحكيوا على ارائنا الشخصيه وحاجات ما تحكيش معناتها اون بوبليك، اما احنا نعرفش كيف ركبنا روحنا، اللي احنا في وسط جروب صحاب نحكيوا، ما بدناش نثقف حد غادي، جست نحكيوا في وسط بعضنا. صحاب وانتم ما عندكم لين يتبعوا فيكم البودكاست؟ فوالا بودكاست ماهوش ملين تبعوا فينا. ملين احنا كان ضرب بودكاست في شرمان 70,000 على اليوتيوب كومنت مسكر ما نهبطوش على كونتواتنا. هذه هي اكبر غلطه عملناها، انه في بالنا انه نجموا نفصلوا ما بين البيرسون براندز نتاعنا وكونتواتنا وقداش احنا معروفين، ما بين انه كنهبطوا في بلاتفورم على اليوتيوب. معناتها احنا هبطنا بودكاست اسمه بيناتنا، نلقى بوستويت بودكاست القانونجي واسامه تريتر وزي فاش يحكي، يا اخي قلنا يا اخي معناتها نحكي في ارائنا، مش هذا الكونسيبت اللي بدنا عليه ولا بين انت تنجم تمشي كيك معناتها. وهذا درس، هذا درس نشوفه، خاطر انا البيريود اللي تعدت توا وتعبتني شويه نفسانيا، خاطر توقعت اللي انا ماهيش تاثر فيا حاجه كيما هكا، مانيش موالف بيها، مانيش متعود العباد تسبني. كي سابوني العباد فهمت اللي راهو اي حاجه نقولها راه تنجم تاثر في معنويات العباد مهما يكون العنايه اللي قلتها بها، مهما كانت البلاتفورم زاد نجم حتى اني نحكي مع ثلاثه من الناس واحد منهم يصورني هذا واعي انه التصويره هذيك ولا الفيديو هذاك بنجم نشوفوهم لين، على خاطر اني معروف في بلاتفورم اخرى. هذه هي الحاجه اللي والكلام اللي قلته مكش معناتها مكش نادم عليه. الكلام اللي قلته هو قلته على اساس جروب مسكر، دونك ما كنتش نقول فيه مفردات غير قابله للتاويل. جروب مسكر هبط على اليوتيوب، هبط على اليوتيوب يشوفوا توا واحد ياباني قاعد في الياباني يحط الترجمه قدامه. هذا اللي قلت لك هكا يخموا هذوما، انا قلت لك هذاك اللي فما كائنات بشريه تخمم هكا، وهذا اللي وضحناه امبارح احنا، والافكار كل وضحناهم امبارح. مراه تعمل مكياج على خاطر شهوه جنسيه، مش شهوه جنسيه، مش بالشنعه هذيك الافكار. وليه والشنعه معناتها تستعملوا من في ارقام ومعطيات غالطه ونظريات تتناسب مع الافكار نتاعكم باش تاكدوا ان كلامكم علمي؟ معناتها والله في مش تاكدوا كلامنا عامني باش نحكيو في كتاب شنو؟ في دراسات علم النفس من بتسمي ساعات من بتسمي خلينا نحكي على راي، على خاطر انا قلت لك والله نجم نظر على العباد. كان جيت انا نحب نقنع الماس اللي تفرج فينا بفكره معينه، نجيب وقت الستاتستيك ونجيب دي سورس كما صار امبارح. اما انا جيت نحكي حاجه اللي اقنعتني انا البارح، كي حابين نحكي مع العباد جبنا الستاتستيك من سورسات معينه، اما كي نحكي على حاجه انا مقتنع بها جيت توضيح علاش انا مقتنع بها. معناتها نقول راني قريت دراسات تحكي على الحاجه دي. مثلا تقول المراه كي تخرج تخدم تتعرض للتحرش الجنسي توا مع تظل لي احنا اي بتبيع كل واحد معناها يعني قلتها دونك كان نجاوبك عليها. هذه حاجه قلتها على انه اساس نتاعها انه فكره المراه كي تخرج تخدم راهي فما شانس كبيره، فما ريسك مهم اللي هو يقدر ب 43% اني تعرض للتحرش الجنسي. اي واضح ولا في اماكن عمل؟ منين جبتها هذه؟ هذايا اليونيون كونغرس عمل بول، عمل استفتاء وجاب على سافي انجلند راهو معناتها نحكي ولا دوله متطوره فاهمني. وتبقى في الدار ما تحميها من التحرش معناتها. وهذا اللي فسرته امبارح، قلت هذا ما يعنيش انه المراه لازمها تقعد في الدار ونجم نحرمها من حقها في ان تاخذ ريسك كذا تخرج. لو هي تقعد في الدار ما يتحسش بها اقل برشا من انه تنجم تخرج للمجتمع ويتحرش بها. قلها تحل الانترنت شوي، حل عملها كونت فيسبوك وتشوف التحرش اللي موجود، تعمل كونت فيسبوك، حط تيك توك تو تشوف هاي في دارها قاعده. مره اخرى يعني نقول لك انه المراه عندها الحق تاخذ ريسك وتمشي تخدم وتعمل تحب عليه هي، وراه كان نهار تاخذ ريسك اخذ البورسنتاج نتاع انه يتحرش ب 43%. وفي في راهو التحرش ما عنده حتى علاقه بالبلاصه، وفرض الاحترام. ريت حتى التحرش في الخدمه فضاء العمل يحميك، لانه فضاء مخلط، فضاء مراقب بالكاميرات، فضاء فيه عروفات، في فضاء فضاء تبقى في الدار وحدها على تيك توك ومساجات، وانت تعرف اكثر مني ينجموا يتحرشوا بها. صحيح أكثر وما تعرفش شكون انت قلت لي راهو فضاء العمل يحماها والفضاء الاحترافي يحماها. ريت ال 43% هذوما من اللي تعرضوا للتحرش 30% منهم ريبورتي ومعنا قدموا بلاغ ما وصلوا حتى شيء. اي وانا نعطيك انا في تونس مثلا 90% من سافي تونس اللي تعرضوا للتحرش في وسائل النقل العمومي. به اي ولا هنعطيك في وسائل النقل العمومي. يعني هذوما هذاش حبيت نفسر لك انه المراه قد ما تخرج مالوروزمون زاد حاجه خايبه على الاخر، حتى الراجل تعرض للتحرش زاد بيان سور ما اقل بيسر من المراه. لا 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 هذاك نشوفه راه احنا اليوم مش حتى الاقل، حتى لو لو تحرش بانسان واحد ينجم يكون هذاك الشخص خوك ولا عشان فسر لك به. خلينا نزيد نوضح لك اكثر. الباز اللي اني حاط عليها موقفي هذا، اني شريكه حياتي راني مرتي نحبها برشا، معناها كي مش نوصل نعرس بها راني انسان نحبه ياسر، فهمت شنو هو التحرش؟ راهي حاجه خايبه، و43% هذوما 45% تحرش منهم اللي تحرشوا بهم اثرت على صحتهم النفسيه. انا يعني شريكه حياتي هذيا نحب لو ماكس نحماها من الحاجات هذوما. شو معناها نقول لك لو ماكس؟ معناها نطيح فرصه انه الشيء هذا يصير لو ماكس،
نجاها نقول لها وديما بموافقتها راني نحكي لك هذه. شوف معناها حتى, حتى لو هي معناتها حتى كان هي توافق اني مرتي راني باش نجاها. شنو نقول للطبيبه اليوم؟ شنو نقول اللي تخرج تسوق طياره؟ شنو نقول للعالمه؟ شنو نقول؟ قول عندك الحق وقول لها امبارح اما ما ناخذكش. هذه حاجه لا ما ناخذكش اني كان باش ناخذك راني باش نحاول. وكل وحده تخرج توا للشارع يتحرشوا بها قاعدين. هذه ستاتستيك. كل وحده تخرج تخدم من برا, كل وحده تخرج لبرا 45% من اللي يخرجوا لبرا يتحرشوا بهم. هذا واقع, هذا واقع مرير للاسف. انت جايب دراسه من انجلترا وانا نجم عندي الحق باش نشك فيها من خلال الوقائع في تونس وكل شيء. قول اقل انت في تونس كيف يتحرشوا بهم؟ انا بالنسبه لي انا التحرش موجود. وفما اليات لحمايه الانسان. ما عندك كيما واحد عمل لك سيدوم كهرباء يقول لها تو ما عادش نركب في الكهرباء. لا يعني ما نقولش انسان ما عادش تخدم. انا ما نقولش انسان ما عادش تخدم. بيخ المقش نسمع انت معناتها انا مرتي نحطها نعطيها شهريه جيب خدامه. جيب خدامه علاش نجي في خدامه؟ ولو طور العلم القى ماكينه تجيب لك صغير وكها لا فما حد شيء يعوض. والا فما حتى كائن نبعد بيك مش حتى ماكينه, فما حتى كائن ينجم يعوض الكفاءه نتاع المراه مش اني تربي صغير. وال وفي الخدمه فما خدمه مراه خياطه. شو مرا خياطه؟ اي نخدم في الخياطه راه. اي شو خياطه معناتها في الخياطه مرا لازم تكون خياطه. اي قلت المراه. شنو قلت؟ قلت ايش قلت؟ قلت معناتها وقت اللي نحكيو على المراه والراجل. فما خدمه تناسب المراه خير من الراجل. لا ما فماش حتى خدمه تناسب المراه فما حتى شيء. كي نمشيو سيدي نشوف. تو انت عطيت خياطه. ايوه. اي الخياطه تقول تقول للراجل اعطيني خلينا نقيس لك الواحد نتاعك الحزام نتاعك باش نجيب لك سلوكه. لا لا مش خياطه. نقول لك تحرش. اي. اسمع انت تدلنا اسوميت اللي كل خياطه تتعامل مع رجال. وقت اللي هي خياطه نجم تشد 1000 بوستر او خياطه. اه انت تحب خياطه للنساء زاده؟ احكي لك انا الفكره نتاع انه قلت خياطه انه فما خدمه تمشي مع نساء اكثر بياسر من خدمه تمشي مع رجال, فما خدمه تمشي مع رجال اكثر بياسر تخدم. معناها اني قلت مثلا اما هذا لا يمنع, اما هذا لا يمنع انه الرجال ينجموا يتفوقوا في خدمه النساء. بيان سور قلت عكس هذا. مثلا ماكيور والا مثلا هذا. والا مثلا النساء ينجموا يتفوقوا في خدمه اكثر من الرجال كما بيلوت بتاع طياره. هذا هو التأويل اللي لقينا معاه مشكل كبير. هذا هو اللي لقينا معاه مشكل كبير, هو التأويل. اني قلت عكس هذايا. يجيني واحد يقول لي مثلا انت وحيده بالشيخ طبيبه ودرا شنو معروف. اني قلت عكس هذا بالعكس. ما قلت انت ما ناخذش انت وحيده بالشيخ. اني هذايا اما انت قلت انا لا انا وحيده بالشيخ ما ناخذهاش. ما قلتش ما ناخذهاش. ها قلت راهو فرصه انه الطفل يكسالي والا يتفوق في حاجه عنده. الوالده بتاعك تخدم؟ لا لا. اخواتك يخدموا؟ بنات؟ اختي تخدم. نجم تنطلها ولا لا؟ مش دخلني فيها يعني خوها. اي بقى ما دخلنيش فيها. ما نحكم على حتى امراه يعني حره. نجم تتدخل فيها؟ ليه بطبيعه. وحتى مرته راهو ما قالش نحكم فيها. راهو كل شيء برضاء الطرفين. هذه حاجه يتوافقوا على راس الناس. نحن قاعدين نبرروا في حاجات تجاوزها الزمن ولا تتبرر. اما غير انه اليوم في صحته ما جاش. الزمان عمره ما تجاوز فكره انه زوز يتفاهموا على حاجه. زوز يتفاهموا ريد على حاجه. فما حاجات معقوله. فما حاجات غير معقولة. العقل الشريعة المتعاقدين الربط, الربط لحظة الربط الربط هكا الأعمى ما بين التحرش وعمل المرأة هذا غلط. هذا يتحدوا المرأة اللي بشي خذها. معناتها أنت المرأة اللي بشي خذها هي تحكي الجملة دي. كل المرأة تخرج تخدم مش تحرشوا بها. يا رسول الله هذاك معناها 100% ما قلتش 100% فما فرصه انه يتحرشوا بها. والمراه اللي قاعده في الدار زاد يتحرشوا بها اكيد. ما قلتش عكس هذا. ما قلتش عكس هذا. اما مش كيما الفرصه نتاع ان يتحرشوا بها في الدار كيما البر. ما هو التحرش والعمل مربوطين توا ماهوش حل. ما واحد الهدف باش نقضيو على التحرش. لا مش الهدف نتاعي انا نقضي التحرش. الهدف نتاعي اني نحمي شريك حياتي اللي نحبه برشا من الحاجه هذه. انت فما ناس قدوه بالنسبه لهم انت يعتبروك قدوه به يتاثروا بيك به. حكيت على راي. اي ما هو المؤثر. حكيت على راي. كنت مؤثر انفلونسر. معناتها انفلونسر مؤثر. اوكي يتاثروا بيك. اي يجوك ناس يقول لك والله انا توا قلت لامي بطل من الخدمه مش متحرشش بها. اسمعني اني لان نقول اي واحد يسمع فيا راهو مش صحيح انك تبازي رايك جست على خاطر انسان قالوا. لازم تكون انت مقتنع برايك. لازم تبنى مهما, مهما يكون معروف مهما يكون معروف مهما يكون انفلونسر. شفتوا الرساله اللي لازمها تكون عند المؤثر. وهذا هو اللي وعينا به البودكاست الاخراني لازم تكون عند المؤثر. وهذا البودكاست الاخراني اللي بالرسمي اكدنا عليه على الاخر. اذا اليوم انت ماكش مؤثر وهو مش مؤثر انتم شنو هو مال احنا اني مؤثر وهو مؤثر. اما ما كناش واعيين بالتاثير نتاعنا في البودكاست اللي قبل اللي فات. اللي فات اخي مؤثر. لحظه انا مؤثر اما كمؤثر نقول عمرك ما تاخو كلام راي عبد مهما يكون معروف كحقيقه مؤثر. علميه مال انت علاش مؤثر؟ هو مؤثر باش نجم نوصل الرساله هذه. واذا كان انت بدك كلامك على اساس انا نظري انا من الوش فما نظري فما زوز انواع من الخطابات. فما خطاب نقول يا ناس انا راى انه احسن كان تعملوا هكا, ونقول يا ناس انا راى اني انا نعم في هكا. معناتها ماهوش اصلا ماهوش تناقض. هذا خطر التناقض وقت اللي تقول لعباد اعمل حاجه بتقول اعمل حاجه اخرى. انت مطالب كمؤثر انك تعمل حاجه الهدف منها انك تفيد الناس.
به. اما هذاك في اطار اللي تعملوا فيه مثلا انا كي نمشي نعمل اي حاجه بيرسونيل روحي انا والحاجه هذيك تكون مانيش ما حاشيش اني نوصلها للعباد. خطر مازال عندي 30 ثانيه. اللي صار ندمين عليه ولا لا؟ ندم ندمين عليه صح. اش تقصد معناتها شنو؟ نادم غلطة فما حاجات. خلينا نحكي على شخصي خاطر بالرسمي لو فما برشا حاجات عملتهم ماني اشرف يكسب على خاطرهم. اكون واضح معاك. شريك لا اما كل واحد يتحمل مسؤولية. شريك وعاقب عقاب الفاعل الاصلي. باهي اسمع قانون جي مكتار والله باهي والله قاري بالرسمي مركز معاك هكذا دم اوصل زي خلينا نحضر جملة معاك. لا انا عامل قانون بيه تشرف ولا لا خلا خصلك مش محضر بيوغزلي خلا خصلك مادام عندنا 30 ثانية. اني لاني عملت برشا غلطات نتاع بداء رأيي في الـ في الـ في البودكاست اللي قبل هذا صلحتهم برشا في البودكاست اللي قبله ونتحمل مسؤولية أي حاجة عملتها غلطة. وآخر مرة اني نعملها الحكاية هذه نتيجة قلة الوعي اللي كانت عندي بالانفلونس اللي عندي. تطلب الاعتذار ولا ليه؟ اكيد نطلب الاعتذار من اي انسان تحسس على خاطرني عبرت على رأي. والانسان اللي تحسس يقول لك فسخ نقول له راهو اني ناسومي الحاجة اللي عملتها لك وراني اعتذرت مبارح. واضح. نجم نشوفه الاعتذار متاعي. أشرف يا ميزاش عاد عبد مش فرق باهي. شنو سؤالك؟ نعتذر على شنو؟ نعتذر عليك على نعرفش عليك تحب تعتذر تحبش تعتذر تقولي ما نعتذرش. لا بالطبيعة أنا نحب نعتذر من الناس اللي أنا جرحتهم ونحب نأكد كما أكدت وأنا نحكي في وسط البودكاست قلت لو ما تغشوش علي راني هذي رأي راو هذا رأي راو هذا كان رأي في الأخر وصل كمل الجرح خوي نعتذر علي اللي أنا قلته ما انت عذر لي انا قلت راي اللي انا قلته مش اللي قاله اسامة بيان سور ما انت راي اللي انا قلته خاطر كما قلت لي افكار في وسط مخي وحدها ما انت حسبش عليها اما كي قلتها انت حسب عليها هو كلمة انت تضحك عليها راك تتسمى هذيك قلت وعي بالانفلونس. اسمع هذيك قلت وعي بالانفلونس. انا حكيت في البودكاست انا ضد افكار معينه هو معناتها انا حكيت حاجه هو حكي حاجه اما ضحكت على حاجات وخطر مانيش مطالب اني نوقفه كيما نقولوا خطر في الاخر بودكاست مع بعضنا لو نعطيو في وجهه نظرنا مع بعضنا هذيك هو علاش تهزوها ما لازمكم تهزوها مسيرش نهزوها مع بعضنا مسيرش. اوكي نشكركم برشا نسعدك يعطيكم الصحه بيناتنا بودكاست تاعكم ان شاء الله نلقاو ونسخ ان شاء الله. يا ليت تهنى جنة نسخه نتاع امبارح نشجع اي واحد حزس من اي كلمه قلناها يتفرف في النسخه نتاع امبارح. انا النسخه نتاع هذه اللي جاي الكل ضيعتوا لي ساعتين من حياتي ما سامحكمش عليهم. هو خليت له فرصه باش نوصلوا مساجات العباد ساعتين هذوكم ان شاء الله العباد يفهموكم ان شاء الله العباد زاد كيف يقدروا الخطا اللي عملتوه ويقدروا كذلك اعتذاركم على الحاجات اللي عملتوهم. نعرف ان النيه نتاعكم طيبه هذا اهم شيء معناتها يشفع لكم في ذلك. نشكركم برشا.